فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: هل من توضيح لسفر النزهة المباح وغير المباح؟ وهل هناك فرق؟ مباح اللي ما فيه معصية، مباح اللي ما فيه معصية، وأما غير المباح فهو ما فيه معاصي أو معصية. نعم. وهل السفر للنزهة إلى بلاد الكفار هل هو من المباح؟ لا، بلاد الكفار فيها شر وفيها فتنة، وفيها ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثنات، مثل المريض للعلاج، مثل التجارة بيسافر لتوريد بضائع أو تعاقد مع شركات، سفر لتجارة ما في بأس، أو سفر لزيارة أقارب أو للدعوة إلى الله، كل هذا جائز، أو لطلب لتعلم ما يوجد إلا في عندهم، تعلم صناعة، يتعلم هندسة، هذا كله جائز قدر الحاجة. أما السفر لمجرد النزهة هذا لا يجوز، وهو سفر معصية. نعم.